العافية يا جماعة، لكم فترة بتحكوا لي وين قمر وليه متمشكلين. هاي قمر. هاي. بس أنا وقمر كنا مشغلين هاي الفترة. وأنا مش أوكي. طبعا اللي ما بتعرفوه يا إخوان، أنا وقمر زي توم وجيري، مستحيل نقعد في مكان وما نتطاوش، مستحيل. فقررنا نبعد عن بعض. قررنا ما نقعد أصلا. اليوم آخر قاعدة بيني وبينك. يلا، مين أنت أصلا؟ أنت شو عندك هون؟ طب سيارتي هاي. فيش مشاكل يا اخوان، والامور طيبة، لكن الاثنين مشغولين وعندنا شغل، وانا كنت في المستشفى انت شايفين، وما اجت زارتني. سلامتك. الله يسلمك. وهي بوكس هون، اسألوني اي اشي عن قمر، انا اليوم بدي اعطيكم الصافي عنها. عادي. شو رايك؟ عادي. راح السؤال بحكيك، ليه ما زرتيني على المستشفى؟ يا جماعة ردت ازوره، بس هو اصلا ما طول، يعني اخذ المغذي وراح. كيف تحكي عراقي فجأة سوري؟ حكيت وياه. انا بس عندي ايرور هيك بصير احكي. شكو ماكو عيني. سؤال بيحكي، جد عمرك 16؟ جد. يا اخوان طفلة هاي، طفلة صغيرونة. مش هيك بتحكوا صح؟ عمرها 16. يا كبير. وانا 21. يا كبير 20، لسه ما صرت 21. والله مش كم شهر 9. ايه اوكي لسه 20. يلا يا كبير. حظ عيد ميلادي. السؤال بيحكي، شو اكثر اشي بخليني اعصب؟ قمر. لا لا، وقت حدا يقرأ المسج وما يرد عليك. صح؟ لا في اكثر من شيء. في لا، انا هذا اللي بعرفه. شكلي معصب عليها قبل هالمرة. طيب هسه السؤال المكرر يا جماعه، شو في بينك وبين قمر؟ يا اخوان قمر مثل اختي الصغيره وبحترمها. يا جماعه ما في شيء بيناتنا، ولا حيصير ولا ممكن يصير. وبحترمها كاختي الصغيره وبرضه كصحبه، يعني هي بنت ما شاء الله عنها، يعني مخها كبير، ما يغركوا انه هي طفله. صح انه هي طفله لكن مخها صغير. اخويا الزود وحزن. ما في اشي يا جماعة، وحتى التصاميم اللي بتعملوها اذا بتعملوها بداعي الصحبة فهي بتجنن، بداعي الحب فانتوا غلط اللي بتعملوه، وشكرا لكم.